ياشي بيتصرف مع الكل بتواضع مع إنه عايش بهالقصر الكبير. يعني هلأ عن جد هذا المكان يلي ساكن فيه ياش؟ إيه إيه، حد بيت ياش كتير حلو. تعي خالته. شرفتونا، أهلا وسهلا. أهلا أهلا فيك. ارتاحوا إيه. تفضلوا. فوتي فوتي. تفضل. شكرا. مي لو سمحت. قولوا لي تعذبتوا لو وصلتوا؟ لا لا ما تعذبنا ابدا. ممكن تجيب لنا مي عاديه لانها ما بتحب تشرب مي بارده بنوب. لا مو مشكله، عادي بنشرب من هي. لا معلش. عنا مي عاديه كمان. جيب خلص مي عاديه. معلش. لا لا ما في مشكله. طمني كيف صار جده؟ جده منيح، عم بيتعافى على البطيء بس هو منيح. مرحبا نيها. أهلا وسهلا. إيه متى وصلتي؟ ما حدا خبرني بجيتك. هلأ وصلنا. أوه ممتاز. بعرفك خالتها وعمل نيها. مرحبا. قصدي هنن جيرانا بس نيها بتعتبرهم أهلا. وصحيح عمو وخالتي، بعرفكن عمتي سيم. فيكن تعتبروني أمو لياش. تشرفنا. تشرفنا. طبعاً ما حبينا نجي وإيدينا فاضية، لهيك جبنا معنا علبة البسكوت هاي. حطيها هون. ماشي. تشرفنا. فيكي تقولي نحنا منعتبر نيها مثل بنتنا. بقى هلأ بما أنه تعرفنا على بعض، فينا نتفق على تفاصيل العرس. تفاصيل العرس؟ لك شو عم تقول أنت؟ نحنا إجينا لنشوف جدو لياش. شبك شو نسيت؟ آسف أنا عن جد نسيت. عذرونا، هو ذاكرته صايرة ضعيفة كتير، يعني بينسى أسماء الناس مرات ومرات، بينسى أنه يشرب كاسة الشاي تبعه، بس طبعا هالشي مو دائما، أحيانا يعني. آه ذاكرته ضعيفة وبينسى، ممتاز. إيه هالشي من حظي أصلا. وهلأ رح استغل باندولة حتى أقدر هاجم بابا، وهيك ياش رح ينبر. ليش واقفين؟ تفضلوا اقعدوا ارتاحوا. تفضل. طيب شو بتحبوا تشربوا؟ لا لا ما بدنا شي. لا هي أول مرة بتزورونا، لازم تشربوا شي، مستحيل تجوا لعنا بدون ما ضيفكم. وخالته ما في داعي تاكلي، هم صحته لبابا هو رح يتحسن، رح يعملوا له كل الفحوصات اللازمة بالمستشفى تبعنا. ياش انت دلن على الطريق. أكيد. شكرا، عن جد خجلتينا باستقبالك. لا ولو، هذا واجبي. تفضل هاي ما يعادي. شكرا. تفضل. أنا لا خليك مرتاح. شكرا. شكرا. شكله موبايلي يا بيرن. لحظة. بس وينه؟ على مهلك شوي شوي. عمو هات أعطيني. طيب طيب تفضل. أها. ألو. إيه إيه هي هون. نيها باري على التليفون. يمكن دقت لتطمن إذا وصلنا ولا لسه. قال دقت لك بس موبايلك مسكر، خدي حاكيها. آه
نيها؟ باري على التليفون؟ معناتها أحكي معها؟ ألو باري؟ قليلي ماما، ليش موبايلك خارج التغطية؟ انت وصلت ولا لسه؟ ايه حبيبتي وصلنا. طيب شفتي لجده؟ لا لسه ما شفته، هلأ رح نشوفه. معناها قوليله انه باري بتسلم عليك كتير. ماشي قوليله بتقلك باري كمان سلامة قلبك. ايه تكرم. لا تنسيها. مرحبا عمو المدير. ألو باري. عمو المدير اجى لعنا على البيت. حلو. عن جد؟ أمي بدي أقول لك بعدين. ماشي باي. طيب باي. ياش هنن جايين ليشوفوا بابا. مزبوط. طيب معناتها أنا حاخدهم. لا عمتي منروح لعنده سوا. بس نيها عم تحكي على التليفون، برأيي أنت جيبها وتعال. لا يا عمتي بس ياش أنا بهتم فيه، لا تقلق. تعوا معي لو سمحتوا. يلا تفضلوا. يلا تفضلوا. شو نروح نشوف جده؟ نيها ليكي إذا ممكن ما تجيبي سيرة باري قدام جده لو سمحتي. طيب الموضوع حساس، يعني حتى لو بالغلط. ولا يهمك، حتى خالته وعمه ما رح يجيبوا سيرتها. بتشكرك. تفضل ياش. شكرا لأنك بعتت الأستاذ سمير لعند باري.